متابعينا الكرام، مرحبا بكم معنا اليوم مع رئيس جامعة سيدي بنور سامي بن أسعد، غير يوضح لنا حول بعض الأسباب لانسحاب أحد أعضاء من مجلس جامعة سيدي بنور في الدورة ديال 7 فبراير، ويعطينا توضيحات حول بعض الأسئلة اللي غادي نطرحوها اليوم. السؤال حول انسحاب حميد يافيد الأمس من الدورة ديال 7 فبراير، ما هي الأسباب اللي خلاته لثاني مرة كينسحب من الدورة؟ وعطانا واحد التصريح كيقول فيه بأنك غير ما عندكش أهلية بأنك تسير. الأخ المستشار المحترم فهو كيقول أن جسد السورية وغير السورية واللي كيترأسها قائد الأهلية، بالنسبة باش نوضح ليه بالنسبة الموضوع اللي كيقول لا الأهلية، كان عندنا واحد الحكم غيابي كما كيعرف الإخوان، بدأ الحكم غيابي ما بلغش به، وعندي ما يفيد أنني ما بلغش به. وبالنسبة للغرامة المالية أنا خلصتها من بعد ما عرفت أن عندي حكم غيابي وغادي نسترجعها. وبالنسبة للحكم راه هو مستند وعند الثقة التامة في القضاء اللي غيبت. الغرامة المالية هي اللي خلاتني عرفت انني عندي حكم، باش للتوضيح، ومني خلصتها نقدر نسترجعها ان شاء الله، مني غادي نكمل الحكم ديالي نقدر نسترجعها. مرحبا. ما هي اسباب هذه المشاكل اللي كاينه بينكم وبين المعارضة؟ ما عندناش مشاكل، الحمد لله. بالنسبة للمشاكل ما عندنا حتى شي مشاكل مع الإخوة في المعارضة، كانوا بعض المشاكل اللي تقدر تكون تحولات من السياسة اللي ولات شخصية، ما الحمد لله احنا غادي نرجعوا لدرك صحيحة كاملين وتعاونوا كاملين على المدينة، والإخوة حتى شي واحد ما عندي معاه شي مشكل. اللي كي لا بالعكس ما كاينش أغلبية بلا معارضة، وما كاينش معارضة بلا أغلبية. بالعكس عندنا التعطير وعندنا التوجيه. بالعكس خصوص برنامج عمل بدار الدوره ديالكم امس بصفه الاجماع، كان احد اشخاص من المعارضه محمد حبره اللي كان يقول انه فيه نواقص وما كانش بالنسبه للاخ الراي ديالو يحترم، وكان التدخل ديالو في المستوى، ولكن هذا التدخل ديالو حنا بالنسبه للاطار القانوني أن برنامج العمل داز في ظروف اللي هي جد عادية وكان الإخوان وجد قانونية، وحنا مواقفين على هذا الأمر وكان ممكن تبعوه. بالنسبة لما هو قانوني راه وقيلا كان السيد ممثل مكتب دراسات اللي عنده برنامج عمل قام بالإجابة على كل توضيح على هذه الأمور اللي تحقق. وبالنسبة للتأخير ديال هذيك السنة على قبل هذا، كان عندنا أسباب علاش حنا تأخرنا وما نجزناش برنامج العمل في هذا الوقت. وشكرا. بخصوص تقرير الطرقات كان صريح ديال أحد الأعضاء كيقول أنه ما عندهمش المعلومات، ولو أنهم كانوا ولو أنهم كانوا معلومات ما عندهمش حتى المساحة اللي كانت. بالنسبة لهذاك مارشي ديال تبليط الطرقات، هذاك المارشي راه عنده الاخوان اللي في الاشغال كيقوموا بالتتبع ديالو، وكان واحد سؤال كتابي من الاخ المستشار محمد الكبرى وجاوبنا البارح في الدوره ووضحنا ليه الامور كامله، واذا كان عنده شي حاجه ما يمكن الامور احنا جاوبناها ما هو قانوني، ما يمكنش نديروا شي حاجه اللي غير قانونيه. هذاك الشيء الشركة المكلفة بهذاك المارشي راه خدامة، إذا كان شي تأخير راه عندها غرامة، إذا كان شي حاجة مائيش راه غادي تخلص اللي عليها. باش تعرف أنا ما غادي نتناقش مع الشركة، حنا خاصو هذاك الشيء اللي عنده في سي بي إس غادي يحطو على أرض الواقع. وإذا تساؤل عندنا بخصوص المرافق العموم الأسبوع اللي هو نقطة سوداء بالنسبة للمدينة، وما المشاكل اللي تنتج عنه، يعني مثلا المياه الخدمة بالنسبة للمصدر بالنسبة لأن دابا الشارع العام يغدي من أجل ماذا؟ أعطينا توضيح شنو هي الأسباب وشنو هو البرنامج ديالكم، خصوصا أنه كان تخرجت واحد المليار كما تعرفوا بالنسبة لهذه ديال 6 مليار ديال التهيئة
ما عمره ما كانش يسال المليار، وما ما عمرني ما شفنا من جيت انا، ما عمرني ما شفت شي حاجه قديمه كتوضح ان كاين شي دعم داخليه ولا شي استثمار ولا شي حاجه. احنا مني منذ تولينا لهذا المهام المنصب، احنا كنحاولوا باش نخرجوا واحد المشروع، مشروع اللي هو كبير الحمد لله، ديال 21 هكتار الحي الموجود. المشروع اللي هو مشروع سميناه المشروع المتكامل، بغي يكون في الواقع العقاري في السوق بصورة. المشروع اللي هو عبارة عن واحد مازون دارتيفيتي كوميرسيال اللي غيكون فيها محلات وقع ديال اون زون داكتيفيتي. هذيك لا زون داكتيفيتي فيها دي 7 هكتارات، هي اللي دوزنا البارح فورا، دوزنا باش نديرو اقتناء عقار، لحقاش ميمكنش نديرو كرا بحال باقي العقار. وفيها مشروع متكامل، فيه سوق للجملة للخضر جملة نصف الجملة، في سوق للأسماك، في مجزرة، مجزرة تبارك الله حديثة معايير المستوى، وفي محلات تجارية ومقاهي وفيه سوق نموذجي، وفي مسجد، وفي باركينج. راجل اللي كبير تبارك الله، اللي غير قل تصوراته الساكنة المنورية. هو السوق الأسبوعي في حد ذاته هو فيه واحد قدر ما هو كيضخ في الميزانية ديال الجامعة، واحد مليار أو 12 رقم، وقدر ما هو سلبي بالنسبة للمدينة، وعنده خلفيات بالنسبة كما كتعرف الأخ الكريم، بالنسبة للدخل المليار ولا هادشي، كاين بعض الإخوان ما عندهمش معطيات صحيحة. السوق في تراجع عام على عام، نظرا لقلة المياه، ونظرا لقلة الأبقار، ونظرا بزاف الظروف اللي كيعيش فيها الاقتصادية اللي كيعيش فيها الوطن ديالنا. كما كتعرف وكالة بالأخص، السوق في تراجع، والسوق مبقاش كيشرف في المدينة، محقاش يكون سوق وسط المدينة اللي هي عاصمة الإقليم، عاصمة الإقليم اللي كاع الناس كتشوف المدن كي ولات، وحنا بقينا معولين على السوق. بالنسبة للسوق، حنا غادي نحاولوا باش نردوا المدينة إن شاء الله مدينة، تنسطر على المدينة، ميبقاش فيها الطابع البدوي ولا الطابع القروي. فنعرفوا الناس اللي كتستافد من السوق، كتعيش من السوق، لا علاقة لها بالسافرة ديال سيدي بنور. وبالنسبة للإخوان اللي كيمشيو للسوق يتقطعوا داكشي، حنا خلقنا لهم البديل الحمد لله. يعني هاد السوق كان هاد الفئة اللي هنا درنا واحد مارشي بروكسيميتي، اللي واحد القيمة اللي ما يناهز 2 مليار، اللي غتكون فيه تقريبا فوق 450 محل. وهاد السوق النموذجي اللي غيكون غيلبي تطلب، ويكون يومي اللي يلبي المتطلبات ديال الساكنة، يعني من ناحية الخضر ومن ناحية الفواكه والدجاج وداكشي، غيكون كلشي تما الحمد لله. بالنسبة لبائع السمك وبالنسبة للأسواق القرب اللي كنتم تما يخصكم، أما داكشي كله غيخرج الحي وسط السوق المركزي تا هو، راه المارشي تاع تاوس الشركة غادي تدخل إن شاء الله باش دير الإصلاح ديالو، باش تاهو يولي فيه غيتعاود ليه لاسينيسمون، ويعاود ليه الارض، وتعاود ليه كل شيء ديالو الحمد لله، وتعاود الابواب ومراحيض، ويكون تاهو في المستوى. انا كنشكروك على هذا العمل ديالك اللي كتقوم به، الحمد لله على عراقيل، ولكن انا كنشكروك في مجموعه، احنا ضدكم معك، ولكن على كل جميع الاحوال احنا كنشكروك على العمل والمجهودات اللي كتقوم بها داخل جامعه سيدي بنور كرئيس شاب وكحرار، يعني صدر الرحب، وديما حنا كتستقبلنا وديما حنا معاك موجودين. نشكرك مرة أخرى. مرحبا، سلام، مرحبا، مرحبا، الله يكبرك، ميرسي بوكو.